قائم الرادع الأمني الموجود في ليبيا وتسيطر على بعض المناطق القبلية أو المناطق الجهوية. الدولة في ليبيا لم تقدم أي خدمة لشرائح المجتمع الليبي، لم تساهم في بناء جيش، لم تساهم في بناء شرطة، لم تسارع في عجلية التنمية وسرعة عجلة التنمية في ليبيا. كل ما قامت به هي صرف موال طائلة لمجموعات مسلحة هي سبب البلاء وأصل المشكلة القائمة في ليبيا. نعم سيد المهدي، نقرأ ونجده منذ الخطاب الأول لمصطفى عبد الجليل في عيد التحرير الذي بدأ بالزواج والطلاق، هو خيبة أمل لكل الليبيين. كان ينتظر من هذا الخطاب أن تكون هناك دولة للقانون، دولة للمؤسسات، قيادة دولة القانون، دولة الجيش، دولة الشرطة، لكن نتفاجأ بأنه يتكلم عن قانون هو الزواج والطلاق وليس من اختصاصه في ذاك الوقت بل من اختصاص السلطة التشريعية. ما يشكل أيضا ليبيا الآن على ليبيا هو ثقل هو الفساد في ليبيا. ملف الثوار في ليبيا أثقل كاهل الدولة، انضم إلى هذا الملف عدد كبير من تجار السلاح من الذين دخلوا سلف بعد تحريرها ليس لغزة التحرير ولكن لغزة سرقة الأموال منها وسرقة الأثاث والمركبات الألية. كل من كان بطالة عن العمل دخل في هذا المجال. الثوار ليسوا مجموعة بطالة أو مجموعة التجار السلاح، الثوار الحقيقيين أن نعرفهم شخصيا ناس صاروا من أجل الوطن ورجعوا لأعمالهم، لكن الدولة يا سيد لم تقدم أي خدمة لهؤلاء. حقيقة ما شاهدناه في بنغازي هو رجوع للدولة المدنية، هو رجوع للدولة التي تحترم مواطنيها. نتمنى من انتشار الجيش ونتمنى من المواطنين مساعدة هذا الجيش والقضاء على كل المخالفين. نحن اثنين يا سيد وليس ثلاث، نحن اما مع الثورة او ضد الثورة. كل من مع الثورة هو يدعي للبناء الى بناء دولة حديثة قادرة على استيعاب مواطنيها بشتى افكارهم وبشتى تصرفاتهم.